المكان اللي انت فيه المفروض ان هي تبقى مؤدبه اكتر من كده وتكلمني باسلوب حلو. المقلب قلب بجد، وفاء ما سكتتش عن حقها لانها مش قليله وما صرتش مع جوزها في حاجه علشان يدخل عليها هو ماسك عروسه في ايده، وتعتبر صدمه عمر وفاء هي اللحظه اللي حمدي دخل عليها وفي ايدها عروسه. لكن وفاء ما عرفش تمسك اعصابها وضربت حمدي على دماغه وفتحتها له وصورته زي ما انتوا شايفين كده ونزلته على حسابها على الانستا وكتبت له عليها بالشفا. ودلوقتي حمدي رابط دماغه بالشاش وحرم يعمل النوعيه دي من المقلب في وفاء تاني، لكن احتمال بنسبه كبيره يكون حمدي رابط الشاش منظر بس هو دماغه سليمه وحصلهاش حاجه، ويكون المقلب متفق عليه لان حمدي طول المقلب ما كانش قادر يمسك نفسه من الضحك. واللي بيأكد ان المقلب مش حقيقي هو المقلب اللي نزل قبله لما كانت وفاء في الجزيره ومراكبه المايك، بس اللي جمهور حمدي وفاء ما قدروش يختلفوا عليه هو ان المقلب حقيقي ولا فيك كده كده بيحبوا يتفرجوا عليه، لانهم مش بيتفرجوا عشان المقلب، هما بيتفرجوا علشان بيحب حمدي ووفاء. وانتوا لو ركزتوا على عروسه حمدي الجريده تحت النقاب الشفاف هتلاقوا بشرتها سودا ومش حاطه اي نوع من المكياج، وده يدل على ان العروسه دي مش عروسه اصلا وده راجل وحمدي هو اللي مأجره وشغال تبع فريق العمل، لان ده مش شكل زفه نهائي. وفي ناس كتيره جدا بتقول ان حمدي ووفاء بيقلدوا جبس مصر ومسلم. احب اكد لكم ان حمدي مستحيل يعمل حاجه زي دي، لان الفرق بين هو وجبس مصر زي الفرق بين السماء والارض. واساسا اللي خلى جبس مصر ان هو يخترع موضوع المسلسل اللي كان عامله ده هو ان الريتش بتاعه واقع وعايز يطلع ترند زي ما كان بيطلع زمان، لان كان زمان ناس كتير قوي تتابعه بتحبه ودلوقتي الناس نسيته، فكان عايز يعمل ضجه عشان الناس تتابعه من جديد. لكن حمدي من غير ما يعمل ضجه ولا اي حاجه بسم الله ما شاء الله عليه رقم واحد في مصر، وكل البيوت اللي بينزلها بتطلع ترند اول في مصر، ربنا يبارك له ويزيده. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساش اشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.